نجد أن أيضا الشعوب التي تعيش على الاستبداد نجدها تستطعم الظلم والاضطهاد، ويظهر هذا واضحا جليا من أخلاق بني إسرائيل التي أصبحت جيناتها والعياذ بالله فيها الإحساس بالدونية والإحساس بالعبودية والإحساس بالوثنية. فبمجرد أن عبر بهم نبي الله موسى إذا بهم يجدون أصناما ويجدون أناسا يعكفون ويطيعون ويذبحون ويتقربون لهذه الأوثان، إذا بهم يشتاقون إلى أن يرجعوا إلى مصر مرة ثانية ليعبدوا آلهة مصر التي كانوا يعبدونها من قبل. وبناء عليه نجد أن الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يتحرر من هذا الذل ومن هذا الطغيان ومن هذه العبودية، وأن يخلص إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى.